السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. شو أصبحتوا؟ كيف حالكم؟ عن طرفي أنا بخير وسهالة ولا أشكو من باس. أصبحت بخير ومعين خير، وصلاح موجود قبل الشيء وبعده، وأموره طيبة وأنا أموري طيب، وزراعتي زينة، وهلي وفريجي وبلادي والناس كلها، كل شيء زين الحمد لله، ولا أشكو من باس ولله الحمد. بالنسبة للي يطرون الجبس الزراعي مع الكبريت، هذا أبوي مرة واحدة ولا مرتين ينحط، يسمون التعفير، دور لك بعيد عن اليد، يد الشيارة بعيد، من بعيد ينحط على كل الشيارة، ربع كيلو نص كيلو على حسب حجم الشيارة، على حسب الحجم. النخل ينحط لهن على كيلو دور ما دارهن، كيلو كيلو لا ربع، كيلو كبريت وكيلو جبس محبب، شيء وايد زين وايد فنان، ينفعهن يخلي يحول التربة من أرض غير خصبة للزراعة وغير صالحة للزراعة، أو كذا امتصت لنخلة كذا امتصت فائدة الأرض هذه، فشو يحطولها هذا حق يعيد قوة الأرض، ويخليها من يدي جديد الأرض غادي خصبة كأنها أرض ما كذا نزرع فيها شيء جديد مرة غادي لنك، فلذلك ترد للشيارة تعطي قوة ونشاط وحيوية، تغل ورق وتغل سعف وتغل خوص وتغل زور وتغل ثمر، وان اثمرته لان ثمرته زينه لانها رويانه، الشيره تغدي رويانه. والسبب شو هذا؟ لان الارض ارض غير زراعيه، فالبقعه اللي غير زراعيه يستصلحونها الارض، يعدلونها ويزينونها ويسمدونها يعني شرات الحرمه اللي مصبح الصبح ويها وكشتها طايره، لازم تجلس تتسحى تتشحل، ترد في عوينات على مريود تحال، تعين من الله خير، تتروح تتلبس، تظهر عند العرب، تظهر كشتة طائرة بتتصروع اللوادم، بسم الله بعيد الشر، شهل أرضي اللي يظهر لنا، لازم ليش يا رب بعد هالنمونة، أعطني وأعطيك، أكرمني وبكرمك، والدنيا كلها أخذ وعطاء، الدنيا هبل عند الشيار وغير الشيار والبشر، عطني وعطيك عطني وعطيك، ما شيء ابوي خذ روحك، لا ولا كل ما تنكل، هذا اشارات حلم العرب، ياكل ما ينكل، لازم ابوي ياكل وينكل يعطي وياخذ. تبارك الرحمن ما شاء الله يلهم بقى. فلازم شوف، وعلى كل فتره لازم ترضى من الارض، لا الارض ما وهذا بعد الكبريت والجبس المحبب يخلي الأرض ميه العفن اللي هو شرات الشبه هذا اللي يظهر فوق الأرض، هذا العفن اللي لون خضر، هذا ما يخليه هي قرب الزراعة، لأن هذا هو اللي يسوي في الشير تعفن، وتعفن للشيرة وتعفن العروق، وتتغربل الشيرة من ورا شو، من ورا هالشبه اللي تشوفون هالطحالب، هاي اللي تيهد الشيرة واللي تجيب لها الأمراض والعواق. اي والله ما شاء الله البرتقال ما راح اكثر عن ورقه، تبارك الرحمن ما شاء الله، هي حلاوتك يا استفندي ابن عم البرتقال، هذا يطرونه، هذه سدرتنا الزخميه اللي يقولون عنها مخد وخد، يقولون شيء، يقول وايد المسجات اللي يقولون خالد من وين، ابو محمد هذا من وين، يقولون شيء في السوق يقولون شيء، اني انا اعرف ما اعرف، انا هاي جايتني من السعوديه وكانت ثلاث هنتين عقيتن وما عندي مكان لهن، وقبل كذا سنة يعني، وخليت وحدة ما حد عندي ياكل، كم بياكلون العرب ما شاء الله، يجي من الصاحب والصديج وشرق وغرب، مثل ما شفتوا حليل يوسف خوري مطرش اللي هو مزرعته في السمح، ومطرش اللي لين بوظبي يمي، ولكن ما بات منه إزنة ما بات منه، كل الجسم لله الحمد، كلها جس ما يتم، هاي يقول لك ما تبات الفقيرة في بيت تذخيرة لله الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل ستين.
الضخم يقولون موجود في السوق تحت مسمى السدر الصيني، اتوقع يعني حد قاله، لكن ما يندرى بكلام هل هو صواب ولا ما بصواب. العلم عند الله. الحمد لله زراعه زينه وامورها طيبه، شيار بخير، يغل ورقها. شو ما تشوف انت الهمبه ابتدت تغل اوراق كامله النمو طويله. شو هاي يوم كانت الشيره تعبانه ومريضه، شو ورقتها هاي يوم هي بخير حينه. الحمد لله رب العالمين. هذا حين اللي تشوفونه كلها بنا القطه الورد، ما نخلي علمه ما ينقص. انا الاول تمينا قصه هنا يعني الامر، لا من مقيوين خبرونا قالوا لا ينسحل سحال، هذا باليد يتبطل يتخلى هذا، لانه اذا قصيته حينه انت بمقص هذا تضح انها بتظهر ورد جديد، مدام موسم بترد بتظهر ورد جديد. لكن اللي له بارض وعنده وقت يروم يبطل ورده بوردته هالنمونة. ما يقصه، انقصيته بترد بتظهر واحد غيره، لكن تشل الورد هذا روحه. على هالمنوال ليش؟ لأن انت ما تبع حين ثمر، انت سويت ثمر الهمباه اضعفت اللم، الثمر ان شاء الله الحايله بعد ما بالحول. انت سايق، انت سايق، تخلي بس الورقه لا تستعير عليه، هو ساير كل يوم انت تتمشى في الحديقه، خف من هذا، لا تقصه بمقص. انا الاول قلت يقصون هني، قصيته ظهر فروخه جديده من الورد، هالكبار يخلونه خلاص. هذا ابدا الحمد لله بخير وسهاله واموره طيبه. شوف ما شاء الله غل الورق جديد، ها تبارك الرحمن، ابتدى يغل الهمبه وابتدى يغل الورق والحمد لله الامور طيبه. رقم واحد ولله الحمد. إن شاء الله السنة سنة خير وسنة بركة. شو بتشوف الهمبة ابتدت تغل ورق صاحي 16، عرف إن أبوي زراعك بخير ومتغذية غذاء سليم وصاحي وما عليها باس، وخطف عليها الموسم والحمد لله رب العالمين. لكن أهم شيء زرع السنة الهمبة، لزارع همبة ويحيد عمره أبويها سوى هالنمو الورد لا ما تقصه. أنا قلت لكم الأول ينقص من هني، لا طلع إن نقص. خبرنا حمد البيرق مهندس زراعي ما شاء الله عليه وعاشق للزراعة وهوايته الزراعة من هالمقاوين الله يحفظه، فيقول البيرق إنه لا تقصه يا أبو محمد، أنت قلت حق العرب قصوه، لكن لا الأخير إنه ما يقصونه، يخلونه الركن هذا العود هذا يخلونه، يشلون بس الزهرة يشلونها يتبرضون، مش غلط يعني ما بيكون وايد، بيكون شيء بسيط يشلونه. كم تروم تشل من الشل، إن خليته ثمار وعقد وتمت همباب واحدة بتشل قوة الهمباب كبر هاللم، فما بتغل ورق. لكن تتبل همباب روحها تتقوى، ما تباها ماخذه الأرض غاديها شرات دياي حبحوب، لا تباها تنتهض تلحق خواتها تغديها شنق بن عنق. يلا خرب الله شنق بن عنق، ها بحرنا شغلة بعد العراب كلها تاديبة شنق بن عنق، هاي خروفة قلنا لكم نحن، خروفة ان هذا العملاق، حد يسميه شنق بن عنق، حد يسمونه بشريع، حد يسمونه بشراع لتصغيره، ولحسب الناس الاول يخافون منه يقولوا ياكم بشريع، بشريع يعني ما بشراع العود، بعد خطف عليه غير شنق بن عنق، تموا يسمونه بشراع لانه هو يتهيأ للوادم على شيفة شراع جاي من البحر. فحد عسب يخوفون اليهال الاول يقولون ياكم بشراع، عقب لا عسب ان يقللون من خوف اليهال قالوا ياكم بشريع، والاسم الاصلي هو شنق بن عنق. هاي هي الخروفة الاولية، الاصل مسمى اي من المحيط الهندي يوصل لين الفجيرة ويخطف على مسندم ومدحة وبخا واليادي وزي قبل الفروخ الاول.
evening, Mr. Salah. How are you, my brother? وليد سكواتن. انت بخير؟ رقم واحد ولا رقم اثنين؟ خير. انزين. يا جود مورنينج. تمام. How are you؟ خير. لا لا انجليزي تتكلم. ما اعرف. لا good. I am fine. ما اعرف. انت ما تعرف. تبي تصير ما ادري وين تسكن فنادق. شو يعني شو يعني؟ هناك يبون حد يتكلم انجليزي. زين قول هاو ار يو؟ بس خلاص عيب ما شيء طياره. زين قول هاو ار يو؟ بس قلنا لكم يعني صراحة اقول لك حويت بان نسير؟ اليوم انت وين بسير؟ سالون. ما بسير دبي انت اليوم؟ بعدين بابا. بعدين متى يعني؟ عندي بعدين السبت. يوم السبت؟ زين ماشي مشكلة. ما شو انت؟ شو صلاح شو يبغي؟ ها؟ شو يبغي؟ يا بابا كيف انت على الفلوس؟ صلاح كم هذه كم هاي صلاح؟ واحد. شو يبه هو؟ صالون. هو يبى ياخذهن؟ ايه خلي ولي قم منك علي. لا لا ليه عنده 50 درهم؟ ما بابا ما صلاح يقول محسن يطالب 50 درهم. وين؟ ما شو؟ لا قايل له كذا مرة صلح لك الموبايل ب 20 صلح لك كم اسمه؟ يا ماما بابا صالون ماما بيت صلاح محسن مصلح لك التليفون؟ اول لا صلاح لا تخلي شيء في ذمك حرام. اعطى فلوس احنا صراحة ندري بهذا حق الصالون اظهر غيرهم اللي داخل البوك وين؟ في العربية الحين هو ما يطالبك قاعد لوتي لوتي ادوس يا ابويا مين لوت؟ مين؟ فنايتنا الزهرية شوف الفناية الزهريات والفنيات الزهرية اظني اللون زهري 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 لو قرمزي كنا والله فكوا العرب الاول تحتار الناس وين بتجيب هناي الحين على كل من حطي زمزمية لقط ابوي جوري يجي وياها فناي تخبرون عن اللي يدوع الشير ليش مصبغ بابيض ليش صابغين الشير اللي يدوع الشير بابيض هذا ابوي جوابه موجود على اليوتيوب وموجود على شو اسمه على الانستغرام يعني لان كل من حد اضافات جديده تخبرون ما بروم انا جاوبوا هالكثر هذا شيء خطف عليه مليون حلقه وحلقه ضفنا وعردينا شو هذا وقلنا هذا مبيد فطري وهذا وايد زين في كل الدنيا العود يستعملونه في اوروبا شرق غرب استراليا في وين ما تصير يستعملونه للحمضيات والباقي متبقي الاشجار وامس بعد ما ادري وين كنا في برشلونه لقطنا ياد صابغين يدوع حتى الناري صلاح 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 السؤال اول بالي شو توك تقول سكراب ليش عشوائي زين حق شو تبي سكراب بتسافر ايه زين قبل السفر بيوم بنسوي لك سكراب وبنصبغ لك الراس هني ولا هناك على هواك الصالون انت اللي تبى بوديك جريب لي محمد بن زايد لا لا في الفلاح؟ زين ماشي مشكلة. ايش يصير؟ زين. انت وين تبي تسافر؟ وين تسافر؟ امريكا بس عند حصة؟ زين حصة قالت لازم ينقص 25 كيلو. زين. احنا نقصان 20 كيلو باقي ال 5 كيلو. من يطيح ال 5 كيلو ان شاء الله. صلاح وطيران الاتحاد نطشين لك تذاكر ابوي حق سيرك. من طيران الاتحاد. العودة هاي مدورين؟ عاطينك تذكرة. هي فوق هي بزنس حاطينك. شو رايك صلاح زين وانا معاه صلاح بتودي محسن معك امريكا ما يكفي لا لا ما يكفي ما يكفي شو صلاح شو بلاك منو هدى هدى ويتكلم بنقص معاشه الشهر هذا ليه هربسين هالكثر ليش تهربسين يا صلاح هالكثر عفوا شو سؤالك صلاح؟ انا بس انا بس انا حق متى؟ اول بس حق شو؟ اي نعال حق الطياره يعني؟ هذا بل انزين
بس العربه جديده. لا بناخذ جديده، ترى طياره جديده. هي طياره جديده لازم عالي جديده، وكنادي جديد، ولبس جديد، وويل شير جديد، وكل شيء. تبغي تصلح كرسي الين الطياره ولا شو؟ كرسي؟ ان شاء الله حبيبي، بنقولهم بيجيبون لك. شكرا. سمعي طيران الاتحاد، صلاح يوم بيطير عندكم لازم تحطون الويل شير، هب على هواكم. نحن ندري انه لازم يقدم قبل طلب ويخبركم، لكن انتم تعرفون هذا ابو صلاح لازم معامله غير. ها حبيب الجماهير. صلاح قولهم شكرا. شكرا. والامور كلها زينه وكل شيء زين. ما يعود عنكم شيء، ما يعود عنكم شيء. مرحبا يا اخواني ويا اخواتي، هذه دعوه اوجهها لاهل العين اللي يبغى يستثمر في العقارات او عنده استشاره عقاريه. انا متواجد في فندق الهيلي ريحان روتانا من اليوم الى يوم السبت من الساعه 10 الصبح لين 10 المساء، والمشروع اللي قاعدين نسوق له في هذا المعرض، هذا المشروع اللي قدامكم اسمه ذا بالاس في منطقه الخور عند اطول برج في العالم واكبر مول في العالم. اللي متوفر عندنا غرفه وصاله تبدا من 1,030,000، والغرفتين وصاله تبدا من 1,400,000 درهم. طريقة الدفع 5% دفعة أولى، 5% بعد شهر، وبعدها كل 8 شهور تدفع 8% لين ما تكمل 60%، و 40% من المبلغ تقسط على 3 سنوات من بعد الاستلام. استلام المشروع في شهر 12 2022. اللي عنده سؤال أو استفسار بخصوص هذا المشروع بحط لكم أرقام التواصل، تقدرون تتواصلون وياي في أي وقت وأنا حاضر وتحت أمركم. هيلي ريحان روتانا متواجد ابوي لمده 3 ايام، الخميس والجمعه والسبت. الخبير العقاري وليد الزرعوني موجود ابوي الخميس والجمعه والسبت، استشارات مجانيه. شيء مشروع اللي هو مشروع الخور لين احنا صرنا لعانين امس لين دبي، وجلسنا وشفنا المشروع وصورنا وسوينا مقابله هو وياه، وشفنا مشروع او طريقه السداد، والحين واضح في الفيديو اللي توني حطيته لكم. يا غير هو متواجد حاليا لمده 3 ايام، فللي يبي يستثمر او يبي يشتري او يبي يبيع او يبي اي شيء يستفسر او يتاكد او اللي يبي، واصل لين عقر داركم في العين، والعنوان موجود عندكم في الفيديو اللي توني حطيته. ولازم يصير يتفرج، ما بينقص شيء من ملك الله، ما بينقص شيء من ملك الله. تصير وطمشه لو 10 دقائق واحد ياخذ فكره، مش غلط يعني. والزياره ببلاش، ما بتخسرون شيء، معرض وقهوه وشاي، قهوه وعلم وخبر، وبتقهوه وبتعلمنا الله خير وبتردوا، شو المشكله يعني؟ شيء زين وشيء فنان وشيء وراه فائده، اخير من الحوامه في المولات. مساك الله بالخير اخوي خالد الخالدي، طمش هالبياح الطيبه. ايه بياح مال الليل هذا. مال الليل من اي خور هذا؟ خور الرمس؟ خور الرمس. بابا الشحم. خلاص البياحه انتهى موسمها. دام شحمت وسوت حبل خلاص تنتهي. اقرب يا الخالدي اقرب. الخالدي هاي اللقمه فيه العدروس شويه وفيه الشحم وفيه الفلوكه، وحط لها بلح شويه نصغيرون. ها؟ يا سلام يا سلام، هاي اللقمه ولايتيه. من بنت تضربني خلاه وانا شويه يو، قلت لهم يا بولي هاي الفواكه، هاي فاكهتي الحين الضحى العالي. هذا توت حمار وتوت اسود، وهذا بيري. المهم هذا كله من فصيله التوت. هاي الاشياء ابوكم روحها تبعد اللي تبعد ليلود وتبعد المطامير وتبعد يا ابوك، تخلي تجلي البشره وتخلي يغدي الواحد ابدا. اسطاره يا غير التحرى، اسطاره طفل عمره 40 يوم. هنا ولا هذا بعد فنان، لكن هذا ابوي هذا كله يخصه في السطرات والويوه والمطاميط، يخوز المطاميط، يخوز ليلود، يخوز تغضناتها اللي تحت العين، يخوز الخطوط اللي في اليبهة، يغادي الواحد ما شاء الله تبارك الرحمن. سمعتوبه مثل السيف يصقلونه، هذا هو هالنمونه اللي عامل هذا، اللي عامل هالاشياء الضحى العالي، يغذي تغذي بشرته مثل السيف يصقلونه، يعدونه وانا ما شفته. نعم يعدونه وانا ما شفت لونه، ولونه مثل سيف يصقلونه، اللي عامل هالاشياء. ها ايش عندك؟ عليك السلام. شكم سوي
سمعتكم شوي بسرعة. الساعة 2 اليوم غداء. هي 2 علشان بروح اليوم إن شاء الله البحر. البحر البحر. ثانك يو. هذا الله يحفظكم. تويتني بعد ردود أفعال من كلبة يقولوا لي والله نحن الأول يوم نسير جدا البحر بهاتنا يقولوا لنا لا تسيرون عاد من يد المغرب زي يقولهم لا تسيرون المغرب البحر ترى بيظهر لكم بشرية يزيقون يقولون حق العيال بشراع أو طنطل أو شنك بن عنك لأن يتروعون فعازم حتى الترويع يجيبولهم إياه بطريقة مبسطة أنه ياكم بشريع ما يزيقونهم بشراع يتروعون الأول حليلهم عسب ما يصيرون البحر ولا شياته لا تقربون البحر في الليل فخلكم جدا البر فيردون البيوت كان بنيات ولا فروخ ولا اللي هو سبحان الله العادات والتقاليد الأول يحاتون الصغار والكبار كلكم شامبي يبي يصير وين تبي تصير؟ علينا بابا ليش؟ في واحد نقار روب الاب نزيل استل شوية سامان سوية الدوام علشان ما عمر هي بتروح تبي إجازة كم يوم؟ واحد يوم بس جمعة اليوم مغرب روك هي بعد بكرة بعد بكرة مغرب يجي لا هي بتبعد داخل عين؟ هي وين تسكن هناك؟ نعم وين نوم؟ نوم في جماعة مالنا هناك بزيادة والله والله جماعات في تنين اكو هنا غلين قرب الله تكم اقواك ما اقول عنك شيء زين وين بتصير غلين ما شيء مشكله بتصير اليوم اليوم يعني المغرب هي العائله توكل على الله ما شيء مشكله يا شامبي اجازه هي وصلت زين سو واحد اغنيه لازم عشان اجازه لازم تسوي واحد سونج غنية عشان تصير غني هي غني واحد غنية غني مال بلوش بلوشي البلوش؟ هي هي بلوش أنا زيادة عرب يلا بسرعة عادة زين قالي هلو يا زين أنا حبك أنت وين من كارن دونانو بوا تونندو مسكامين قالي هلو يا زين يا زين لا الله يا رك الله يا شامبي ثانك يو ثانك يو بارك الله انا ما مشكله كله نفر اكو مالا سدي بلاد مرض مالنا ولا شو والله والله امس شو سوي بيدو بلاد مالنا من باكستان باي زياده شو سب بلادكم انتم بلاد مالنا جوادر جوادر وهناك يشوفون نفرات يشوفونك ولد مالنا يشتغل بعيد هي ما يشتغل مدرسه بعيد هي هناك قولوا انا شو بيدو مال انت سوي انت غني يا الفضيحه اقول ما في انا قولوا شو انت ما في انا كل يوم شو انا في واحد قولوا واحد عرب انا بعد انا اقول ما في هذا عرب هي هذا ابو مالنا هي انا سمسم بابا مالته غرب الله تك تروحك شيب بده انا ابوك انت لا بنت لك ريحه غرب الله تك عين ابو عيال انا ابوك ديناصور كان ابوك انت غرب الله تك مقواك يا شامبي يلا شكرا شامبي السلام السلام عليكم محمد تذكرناك يوم شفنا هذا الشعار قلنا مقواك حمدة لندن مقواك ام هلال السلام عليك عليكم السلام ايش حالك لا خلينا منت وعمري لا خلا ولا يا حولك يسلم يعل عمرك طول ولا خلينا منت يا البركه عيني يسلم انت يا ابوك انت من التراث انت اسطوره من اساطير البحرين شكرا انت حالك حال بوابه البحرين يلا نعم مفروض يسوالك تمثال نعم والله اني صادق الله ويسلم تسلم الله يحفظك تبارك وفي الاعياد المبروكه عمري الله يبارك فيكم احنا وياكم وجميع ان شاء الله خلينا منت يا ام هلال الله يسلمك انت ما تتخيلين لاي درجه تسعدين العالم كلها بظهرك انت تشوفين عمرك شيء بسيط انت شيء كبير قضي على عمرك ان شاء الله انت تراك معلم وانت كنز تعبلي من عمرك خفي على عمرك من الصرار ست عشرانه ما انا باكر تبنشرين لا تقولين ما حد قال لك ان شاء الله تو هو بادع التبنشير هي والله نحب من وين ييتي وترتيتي يا سلام منبعك منبعك ان انا طيب
مسرحيتنا شنو هاي 7 و8 فبراير هلا بالخميس في براس الخيمة رفع الشاشة فوق العزيز خالد الخالدي يا مرحبا بك أدعوك لحضور مسرحيتنا هلا بالخميس براس الخيمة يوم 7 و8 فبراير العزيز الخميس والجمعة الجايات من الشهر اللي بيهل تاريخ 7 و8 بيصادف يوم الخميس ويوم الجمعة مسرحية هلا بالخميس مالت قوم طارق العلي جايين بعدهم وعديدهم وعسكرهم وعبيدهم من دار لين ديره جايينكم لين عقر داركم لين راس الخيمة لحد منكم تفوته المسرحية يسدنها بطولة فنان الكوميديا الأول والمميز في دولة الكويت الشقيقة جايينكم هو وجميع الممثلين وياه ما شاء الله ما أدري كم كثرهم يعني وين بيلسم وايدين بند التليفون هايج لحقين أبوي بند التليفون سنزين فلذلك أبوي العرض يوم الخميس ويوم الجمعة الجايات لا تقولوا ما حد قال لكم قلت لكم أرقام الوقت اللي بيصير المسرحية يبي يقطع تذكرة ومتعايز يوصل لين وين يقطعون التذاكر شيء أبوي رقم تليفون تتصل بهم على الواتساب أبوي بيطرشوا لك تذكرك وتذكرة رباعك ولا عيالك ولا أخوانك ولا أهلك ولا فريجك وين تكون لو تكون إن شاء الله في مدحة في كمزار في خصب في اليادي وين ما تكون بيندبون لك أبوي التذكرة مالت المسرحية لين مكانك كيف بيستلمون بيزاتهم بطرش لهم على الأنصاري الأمور طيبة ورقم تليفونهم موجود اللي فيها سجل هو على الفيديو الرقم واللي توني حطيته وفي ارفع ال ارفع الشاشة على فوق من ترفعه بيوديك ويظهر لك رقم التليفون والموقع وبيحط بنحط لكم موقع التليفون بعدها الحين مرة ثانية على فيديو هذا اللي الحين ارمس فيه بنحط لكم الرقم وتكلم مكالمة ولا واتساب مكالمة أو واتساب اثنين شغالات واتساب ومكالمة ترمسونهم عن الموعد وشو اللي تبون من المعلومات بيردون عليكم بالواتساب وبالمكالمات المسرحية هلا بالخميس يوم الخميس ويوم الجمعة الجايات في راس الخيمة لا تقولون ما قلنا لكم جاييكم أبوي بعدهم وعديدهم وعسكرهم وعبيدهم من الكويت لين راس الخيمة مصنع الرجال شو طالع؟ السلام عليك انا خطاب شفت هالصدمه؟ الله تحط ويك احمر شو الحال ابو محمد؟ شو يا سحي طالع انت؟ اشوف سناباتك ما شاء الله عليك الله يحفظك الله يسلمك انا وانا خاطب اسمع حسي اقول في خاطري هذا ابنه انا اقول حد يا سلام حسس حد يا سمر وراي الله يسلمك ما شاء الله عليك هاي نزله نعم اكيد مخاطر هم خلاف تشتكي علي لا لا المرسالات الله يحفظك لا خلينا شكرا حق شكرا وانا اتمشى حاب اتمشى ساير عندي شغل في مصرف ابو ظبي الاسلامي ولقيت اول شيء اول بادي الرجال هذا وعقب الحين الرجال هذا هكلم عند الباب هذا مرحبا هذا ابو الرجال اخو منو انت اخو منو صالح جمعه صالح جمعه لا تشوف نادي العين صابان ايوه منتخب الامارات ما شاء الله ما شاء الله تحياتي خاصه حق ابراهيم وكلي حبيبي العيناوي ابراهيم توفيق إيه نعم يسرك حالك خير وسهالة حبيب والله مليون مرحبا لي شرف بارك الله فيك الله يحفظك عليك جزاك الله خير أقرب من مهنة شكرا شكرا لك إبراهيم شو ياك مساك الله بالخير يا أبو محمد سوينا الشاهي ها على نعتك إن شاء الله يستفيد زرعنا كأني أمس مصور لكم المنظر هذا كأني أمس مصور إنها هذا حفيظ وهذا كرشيد ها يلعبون كريكت أي ديتشو المهتر أنت وأنت بعد هني شو هذا لعب الحين هذا كريكت
كريكت بابا. يلا بارك الله فيكم حليلهم. مساكم الله بالخير والنور والسرور والبركة والعافية، ومساكم الله على كل ما يسركم. الحين الله يحفظكم عند لفة حميم، متوجه بحفظ الله ورعايته إن شاء الله إلى شويهات، وبيكون مساي هناك، وبكرة بقيل وبابات، ونهار ثاني إن شاء الله نهار ثاني اليوم بابات، وباكر بقيل وبابات، يوم بيعديني بعد يوم السبت الله يحفظكم إن شاء الله. الضحى العالي بشتل من شنتية الشويهات، وبتوجه إلى العاصمة الحبيب أبو ظبي إذا الله جعلنا من الحيين. بغيت أخبركم إني ساير بخير، اللي بيسمع الربسة قبل بيموت واجه فلو شيء بيقول هذا. شيء طرينا عليه واستوينا من ثبتنا العقل نحن والعصور اللي اختفت من قبل أيام الجاهلية، وقبل أول ما شبت الدنيا واستوت الدنيا وعرفت الناس السير واليوت، عرفت استوى جنس شيء اسمه بني آدم، أن الخطأ يوم أنا بخطي أخوتي ما يخصهم، أهل بيتي ما يخصهم، صدقاني ما يخصهم. أنا خطيت أو أنت خطيت، خطاك أنت تستحمل تتحمله، خطاك أنت اللي خطيته ما يخص أمك وما يخص أبوك وما يخص أختك وما يخص أخوك وما يخص وين جيت وتنتيت، ولا يخص بلادك ولا فريجك ولا عربك، يخصك أنت. أنت قلت هالشيء القول يوم حد بيرد أرد عليك أنت، ما أرد لا على زيد ولا على عبيد ولا على فلان ولا علان. ضف المثل، يعجني مندوب من شركة ولا يعجني طالب في مدرسة، عن الله تصير المدرسة اللي يابك ولا وين درست، ولا عن الله تصير المدرس اللي مدرسنك، ولا أغلط على البلاد اللي فيها المدرسة. لا سابني الطالب هذا، الطالب هذا مستوى ما بزين بعذرب فيه، هو الطالب بعذربه، كان بغيت أعذرب في حال بغيت أعذرب أعذرب في الطالب، ما بعذرب في المدرسة. يمكن فهمه جليل، فهمه على قد عقله، مستوى عقله قاصر نمو، المشكلة ما في المدرسة، لا مشكلة هو في هذا الطالب اللي مستواه هابط، مشكلة ما في مدرسته، فيه هو في الخلل ما في المدرسة. فيوم عندي رد برد عليه هو، ما برد على مدرسته وين يا وين درس وين تعلم. في الأصل المخطي هو اللي يتحمل خطاه، ما يتحمل خطاه شخص آخر، هو اللي مخطي، هو هذا البنادم اللي أخطأ هو يتحمل خطاه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا كلام رب العالمين، هالكلام كلام الله سبحانه وتعالى جل جلاله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما بكل من حد قال شيء بين سننبح العرب كلها اللي هو جاي من بلادهم، ولا اللي جاي من بيتهم، ولا جاي من فريجهم. زين ولد الفريج هذا فيهم واحد يسمون زكاة طائفة، زكاة طائفة من استوت الدنيا، كل طائفة لها زكاة، ويمكن هذا اللي ابوي غلط على الفريج هذا، هذا زكاة براي شو نسوي؟ او الحرمة هذه ليابة الخبر، او الحرمة ليابت العلم هذا وسوت الخبر هذا وسوت الناطق هذا، هذا خطأها يرد إليها، هي اللي مخطية. ما بسب خواته ولا بسب حاليته ليربوها، هي قدت شاد في عالة على الدرب، يسمونها عايل، هاي عايل أخطأت فهي تتحمل خطأها، خطأها هي تتحمله، خواته وبنات عمها وطائفته ما يرموا لها حيلة، ما بيديهم حيلة، لا في ديهم لا حيلة ولا حول. ولا تزر وازرة وزر أخرى، الميزان هذا ميزان، ميزان الله عز وجل، ميزان رباني من الله سبحانه وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى،
ميزان من الله سبحانه وتعالى، هذا ما ابن زيد ولا ابن عبيد لا فلان ولا علان، الله سبحانه وتعالى منزل هالكلام. يعني مستغرب أنا يوم ولد الفريج هذا سوى الشيء الفلاني، الفريج هذا كله بطالية، الحرمة هذه لفت على الدريول هذا وطحنته ونفد، الفريج هذا كله حريمهم ما يعرفون يسوقون، الدريول جاي من البلاد الفلانية هذه وارتكب غلط، دريولية من هالبلاد كلهم مبزينين، كيف يعني الخير يخص والشر يعم؟ يعني ننسى الفضل والخير لمن أخوته كلهم لجل واحد؟ هي بلاد فيها ملايين ملايين من سواح جايين، مليون سايح جاي أو مليون آدمي جاي من البلاد الفلانية، يا أبو ظبي أو يا دولة الإمارات، أو مليون إماراتي سار نيويورك لندن أمريكا، واحد منهم سوى خله، كل إماراتيين كخوت فو ما يستوي، مليون في عشرات الملايين الأمريكان يجون البلاد عندنا، واحد سوى خله، الأمريكان كلهم كخوتف ما يستوي، بلاد كم أكبرها جاي آدمي منها واحد وسوى خله، حاكمه هو هذا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهمي أظن يا ويله عاد اللي بيقول نفهمي واللي بيحرف رمستي بيقول إنه نفهمي. إن كان شيء معاير هذا الإيطالي جايني وعايرني أنا بعايره، وإن عفيت أجرك على الله، من عفى وأصلح فأجر على الله، أم بغيت تجرم الإنسان هذا اللي جايينك الإيطالي جاي من إيطاليا آخر الدنيا وقال هالكلام أو طرش كلمتين كلهم لتليان هكا خطف ما يستوي، هذا نفر واحد إيطالي رمس قال الشيء الفلاني، كان صادق حاقد زين شين، علم عند الله سبحانه وتعالى، برد عليه ما بردنا على إيطاليا بلاد بزمها وعراها، شي خصني في إيطاليا، إيطاليا بلاد صدقان وياها نحن وعلم وخبر، عسير أسب إيطاليا بكبرها عسب، واحد قال لي كلمة من الإيطاليان الله يحفظه. نعم ما يبالي واحد واثنين، بترمسني إيطاليا بكبرها برد عليها بكبري، بلاد كاملة بترد، ها أطيع الله والرسول وأولي الأمر بفتر عليها، إنما جايني إيطالي واحد ورمسني وقال الكلمة الفلانية عن بلادي، بروح أنبح إيطاليا بكبرها؟ لا والله، بدور ويا بلادي يوم بشوف أبوي إيطاليا بكبرها تنبح بزأر في وجهها، ما بنبح شرة تنبحي بزأر، ها شو التحرون أنتم؟ يلا فهمي ولا أنا فهمي؟ والله وين درابكم؟ كان يا سلتح من بهارة أبو ظبي اللي تعديت المرفا وانت تقولوا لي نفهمي، هاي مصيبة، واللي يظهر واحد يقول والله شو يقصد، ما أقصد شيء، لا أقصد شيء ولا شيء، هات سوالف أقصر دوب وياكم لين أوصل شوي، هات شا سوي. فلذلك آخر كلمتين عن خاطري، آخر شيء اللي أخطأ الإيطالي هذا خطاه هو اللي يتحمله وعاقبه، هو عاقب الإيطالي هذا، هو كان خطأ، والخطأ من الصواب علم عند الله وعلم أبوي عندها اللي يعرفون الخطأ والعلم والخطأ والخطأ والصح والغلط، هذا هم اللي هالخصاص، إن أخطأ هم اللي يعالجون الأمر، له من يرد عليه يقير، ما خلي الخطأ هذا والعقاب يلحق ناس غير، يلحق أخوته وعيال عمه ولي من طايفته ولي من فخيته ولي من يران وصدقانه، ما يخصهم، هاي ما يخصهم، كان خطأ يروح له ما يتعداه، الأدب هذا اللي بيتأدب هو اللي يتأدب، كان في حال أخطأ حين هذا نفر واحد مخطي بعاقب بلاد بكبرها، الخطأ اللي أخطاه العقاب ما يتعداه شخص واحد،
أو شخصين أو أربعة أو ستة أو عشرة، شو المشكلة؟ أحاسب اللي أخطأوا، ما أحاسب بلادهم أو قبيلتهم أو قومهم ولا صدقانهم ولا ليه سوى الغلط. هو يتحمل الغلط اللي هو ارتكبه ويتحمل كذلك العقاب، هذا في حال انه غلط، في حال انه غلط. وما كان غلط، وما كان شيء غلط في رمسته ولا في فعله ولا في تركه، هذا شيء العلم عند الناس اللي تعرف. ما الادمي بعد كثره كل البضاعه ان قلبتها نقصت الا الكلام ان قلبته زاد. اي نعم والله، في السنين اللي اختفت الوقت اللي خطف ايه بالريايل يرمسون الا قرقعوا 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 قرقعوا. الحين انا اشوف يا ابوكم الريايل عازمه هم اللي يرمسون في القال والقيل، والحريم ملتزمات الصمت. يعني هل هذا شو استوى في الدنيا؟ الدنيا بالجلبي، الدنيا شو صار فيها؟ لو الحريم رعيت قال وقيل اندوش فلانة سوت وعلانة سوت ولا لا لا لا، الريال من يشوف الحرمة تنطقت بهالكلمة أص انطمي ولا كلمة، لا عاد تبين طاري عن هالموضوع. ها هالنمون الحين أبوي الدنيا استولت بالجلبي، هذه مصيبة والله. سمعتوا بها بلوى الغافلين؟ هاي بلوى الغافلين، ويجيك من يبليك والله، يجيك من يبليك لين مكانك، لين مكانك يجيك من يبليك لين مكانك إلى عقر دارك. مساك الله بالخير ابو محمد، الصراحة الله يجزاك خير ذكرتنا بالسدر والدوم، رحنا ندور في الشجر ما شاء الله لقيناه مليان، هذه من زارع الخرج. مساك الله بالخير ابو محمد، احنا متابعينك من محافظة الخرج في السعودية، ذكرتنا بالحمضيات هذا الترنج، وهذا الدوم العربي الصغير، وهذا الصيني، وفي عندنا الهندي، كلك خير وبركة.